مشاهدين الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية بسبب حضور الكثير من الجماهير كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة كأس العرب في قطر 2021 قبل قليل عن طرح تذاكر إضافية لمباراة المنتخب الوطني المغربي الرديف أمام نظيره الجزائرية المقرر مساء اليوم السبت على أرضية ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة ودعا الحساب الرسمي للجنة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ودعا الحساب الرسمي للجنة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر المتابعين إلى اقتناء التذاكر التي أضيفت وطرحت البيعة في ظل الإقبال الكثيف عليها من طرف المناصرين المغاربة والجزائريين وستنطلق المواجهة في الثامنة مساء بالتوقيت المغربي اليوم السبت في اطار ربع نهائي مسابقة كاس العربة التي لا زالت قائمة الى غاية الثامن عشر من شهر دجنبير الجاري نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء